أدلوجية معينة تحاول تنقل. لذلك ما يتحدث نصر الله هو يتحدث خزعلي، قيس الخزعلي يتحدث، الحوثي يتحدث، علاوي يتحدث، أنور المالكي، نوري المالكي يتحدث، الجميع يعني سيناريست معد، يعني معد، هم فقط أدوات تتحدث بهذه السياسة المطبقة. اليوم عندما هناك في صدمة من الشعب وبدت هناك في حكومة تعطي بارقة أمل لإعادة العراق إلى وضعها الطبيعي، إلى حضنها العربي، إلى أن تكون دولة وطنية لديها شعب، لديها مكتسبات، لا تتكون تابعة أو جزء من نظام بدأ يستغل الدولة مواردا وشعبا وكذلك اقتصادا. لذلك أصبحت أدواتها وميليشياته يفقدون أدواتهم ووجودهم في العراق. لذلك هناك ردة فعل لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، هي ممارسات سوف تكون هناك يعني تصادمات كبيرة جدا، خاصة أن من كان سابقا كثير من كان يتغنى بالنظام الملالي بدأ اليوم هناك في فرقة حتى في الانتخابات المواليين، ونعرف أن مقتدى الصدر بدأ يخرج عن المسار وهناك في خلاف كبير جدا سابقا وبدأ الآن لاحقا يظهر جليا على أرض الواقع. نعرف أن هناك فيه حتى في المذهبية بدت هناك خلاف، نعرف أن مقتدى الصدر حتى ليس جزء من نظام ولاية الفقيه وليس جزء من المنظومة، يعني بكامل في المكتسبات الأدلوجية.